شاشة تلفزيون لبنان. رح كون معكم بحلقة جديدة من حلقات مأكول الهنا. اليوم صنفنا بتنجان شيخ المحشي، وعادة بتنجان شيخ المحشي نعمله من الطويل، ولكن أنا صريح معكم، هذا الكيلو ب14، هداك الكيلو ب36، وهو زيته بتنجان، مع أنه هذا أطيب كمان. منش بتنقون شوي صغار ومنساوي فيهم بتنجان شيخ المحشي. أول شيء بدنا ننقع الأرز، بنغسلهم وننقعهم. أرز حبة طويلة، نجيب طنجرة لنساوي فيها الحشوة، منحط قليل من الزيت، منحط معهم شقفة زبدة، نجيب هي اصولا بدها صنوبر هالاكل، بس بننساها على صنوبر، يا لوز او كاجو او فستق سوداني. هلا اللي بده صنوبر في حط صنوبر. انا فستق سوداني، نعملون هيك. اللوز في منه بالسوق مقطع خالص، ونحطه فوق، بنحمصهم. بدنا نعطيكم على طول البديل، لانه نحن مرئين بوضع لا مثيل له. بصل نفرمه ناعم، خليه يشعر شوي، وناخد اتصال. الو الو، مرحبا. مرحبتين، كيفك؟ كيف انطوان؟ نشكر ربنا. هذيك المره طلبت منك تعطيني صور سردار، ما عطيتني، بس هلا الله يخليك اعطيني اياها هلا، لانه زقت على الكهرباء بعد شوي عندي. يلا ايدي. اوكي، 3 ملاعق مايونيز. ثلاث ملاعق مايونيز. مايونيز، نعم. ملعقتين كبار بقدونس ناعم، نعم. ملعقة كبيرة كبار أو كبر، إذا ما في كبيس مائتي أو خيار، نعم. وبسكة ناعمة صغيرة، نعم. تخلطيهم كلهم سوا مع بعضهم، نعم. شوية ملح، نعم. شوية بهار أبيض، نعم. وهيدي هي صوص تارتار. ميرسي يا عيوني، تكرمي تكرمي. كثر خيرك حبيبي الشيف انطوان، بخاطر عيونك حبيبي حبيبي. الله معك. هي البصل، هلا بدنا نقطع على الباذنجان.
باذنجان ما بدنا نقلي قالي بدنا نشوي اليوم شوي بنقشره نص تقشيره وقلنا بتنقوا باذنجان ما يكون كتير كبير ومثل ما قلت لكم بلا ما تجيبوا مطاول لانه المنون المكنوس بتجيبوا واوفر بثلاث مرات ونقطعها هيك نرجع هيك وهيك شوفوا شو بدي اعمل نجيب مقلاية بدي اقليهم برجع بالكم بدي اشويهم ونحط قليل من الزيت وهون على الشواية قليل من الزيت نجي نفركها بهالشكل أكيد أو مقلية معدن سميك منرش الباذنجان بالملح هلا إذا معنا وقت يفضل نرشه بالملح ونتركه الساعة قبل وهي نرشها بالملح ونشويها ونضيف اللحمة على البصل إما صنوبر أو كاجو أو لوز أو فستق سوداني ناخد اتصال الو الو بونجور بونجورين سيف عشان بدي عزبك بفرزو البازيلا اتك لما عيوني البازيلا هلا موسمها البازيلا نجيبها بنفقيها بنغسلها نحطها بمصفاية نفلشها عشراشف إذا مستعجلين إذا مش مستعجلين نتركها ساعتين بتنشف أو لا عفوا نغسلها نحط ماء مغلية على النار مع ملح نتفي صغير سكر نزلها بقلبها دقيقة واحدة تغلي على نار قوية دقيقة واحدة بعدين بشيلها بردها تحت الماء البارد مزبوط ما تبرد ممنوع تضلها فترة برجع بحطها بمصفاية برجع بفرشها على شراشف أو بتركها بالمصفاية ساعتين لتنشف برجع بنحط كل أكلة لوحدها بالفريزر بكيس إما بينشال منه الهواء أو
هيلا كيس ونربطه بتهدي عندكم بين 7 و8 شهور. منشيلها دغري من الفريزر ومنستعملها على النار. تكرمي وأهلا وسهلا فيك. ومناخد اتصال. ألو 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 بونجور. شو شيف أنتوان؟ بونجورين كيفك؟ كتر خير الله. شيف أنتوان أنا مبارح عملت مربى الفريز مربى الكرز بس ما زبط معي. إذا بدك صار مثل إزاز مع إني اشتغلت حسب الكتاب يلي حضرتك حاطط فيه. يلا بلشي لشوف قليلي شو عملتي. أول شي كيلو كرز استعملت له 800 جرام سكر. نعم. خليتهم 3 ساعات ينقعوا بعدين حطيتهم على النار. أول شي نار قوية بعدين نار خفيفة بس بلشوا يغلوا. خليتهم 1 ساعة و10 دقايق. رجعت بعدين حطيت لهم حامض. نعم. وطفيت الغاز. شو المش ظابط فيهم؟ أجزوا يعني جيب بدي حطهم بالمرضين بس سقعوا ما كنت أقدر شيلهم بالمعلقة. السؤال بعد. ألو إيه؟ الكرز زينتيه مع البزري والعنق؟ لا لا شيلت له البزري وشيلت له العنق وزنتيهم كيلو. نعم مع 800 جرام سكر. أوكي هلا بس حطيت الحامض جات غليتيهم على النار؟ لا ابدا حطيت الحامض ودغري تفيد. طيب اوكي هلا اني بيطلعوا معك من المرتبين او قاسين؟ لا قاسين قاسين ما كانوا ينشيلوا معي من الطنجره لحتى احطهم بالمرتبين. قسوا صاروا مثل الازاز. غليتيهم كثير. ما انت حاطط بالكتاب 1 ساعة و10 دقايق. طيب بس على على نار تمام على نار خفيفه 1 ساعة و10 دقايق. النار خفيفة بس بلشوا يغلوا خفضت النار. طيب هلا لك شو بتعملي؟ شي صار هذا النوع من الكرز ناشف ما في كتير مي. نعم. غير مرة وصلين لوقت تقريبا حوالي 50 دقيقة بس إذا لقيتيهم بلشوا يشدوا وقفة وإذا لقيتيهم مثل هلا بدو يقززوا لنفطرت زيدي عليهم 1/2 فنجان قهوة مي. نعم وخلص بيمشي الحال. اوكي مرسي كتير. تكرمي عيوني. تكرم. باي باي. كمان ناخد اتصال. الو 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 كنا طفينا النار هون برجع بدور لنرجع نتأكد انه كل اللحمة استوت. ونضيف على اللحمة ملح ونضيف بهار اسود حلو الفينيا وبطفي النار. هاي المرحلة خلصت. ومناخد اتصال. الو الو يعطيك العافية شيف أنطوان. الله يعافيك. اليوم لحالك ما في مساعد.
شيف أنطوان الله يخليك بدي. نعم بدي عزبك توطي شوية تفي. بسألك عن النمورة كيف بيعملوها وشو بيقولوا له كعك العيد، بس إذا عملت كعك العيد عم يطلع عيابي، بيطلع عيابي هيك كتير وأمراض تطلع العجينة غامقة. بدك تخبزيها على نار قوية عيني، ساعتها ما بيقرمد معي. ألو؟ إيه ألو. بدك تخبزيه على نار قوية، ساعتها ما بيقرمد معي. طب أنت عطيني أنت المقادير اللي أنت بتعملها، بلك بتطلع أضبط الله يخليك. إيه؟ تكرم عيوني. إيه؟ تكرمي. ومناخد اتصال. ألو؟ 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 ألو بونجور شيف. بونجورين. ألو؟ بونجور شيف. بونجورين. ألو بونجور شيف. تلاتي بونجور. ألو. يعطيك العافية شيف. الله يعافيك. يعطيك العافية شيف أنطوان. الله يعافيك، أهلا وسهلا فيك. يعطيك العافية شيف أنطوان. شايفين كيف عم نشويهم؟ ملعقة زيت، يلي بقول أكتر يقلي، وأطيب شيخ المحشي بيطلع عنا. وبناخد اتصال. ألو؟ ألو بونجور. بونجورين. كيفك شايف أنطوان؟ سلامتك، لحالك اليوم؟ تسلمي تسلمي. الله يقويك شيف أنطوان. على البنزين، بطل يجي حدا على البنزين. الله يقويك ويعطيك العافية. الله يعافيك. شيف أنطوان أنا بدي عزبك، الأولاد بحبوا الفاضة عندي، وأنا اشتريت من السوبر ماركت فاضة مجلدة. كيف بقدر أعملها مع صوص بروفنسيال يعني مع ثوم وكزبرة؟ بس شو البداية يعني؟ تكرمي عيوني تكرمي. أوكي بنطر ولا بتقولها بعد شوي؟ يلا هلا رح بلش لك فيها. اوكي مثل ما انت بدك شو بدك. يلا يلا. اول شيء ايه هاي الضفادع بتشيليها، خليها تحل نص حله لحالها. اوكي يعني شيليها قبل 4-5 ساعات. اوكي حطيها بكعب البراد. اوكي شيليها، لتيها ملحيها بهاريها. نعم. لتيها بالطحين وحطي شويه زيت نباتي وقليها. نعم. على نار قويه. نعم. شيلي حطيها بنصفي. اوكي. بتقلي شوية ثوم بزيت زيتون. صح. او زبدة. نعم. بس يتقلوا بتضيف عليهم كزبرة خضراء. نعم. بتضيف عليهم الضفادع. نعم. شوية عصير حامض. نعم. ملح وبهار ابيض. ايه. وبيطلعوا معك اطيب ضفادع. ميرسي كثير. تسلم دايتك والله يقويك يا رب. تسلمي تسلمي عيوني. تكرمي. باي. تمام ناخذ اتصال. الو 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 بونجور. بونجور شيف أنطوان. بونجورين. يعطيك العافيه. تستني تستني. انا بدي منك طريقه الارانب. يلا بالفرن. تكرم. رح اذكر واسمعك عن على التلفزيون. ايه يلا تكرمي. ميرسي لك. تكرمي عيوني.
يعني عم علمكم اما عالشواية او بمقلاية سميكة ونار خفيفة. بالاول نار قوية وبعدين نار خفيفة. هاي بنحط فيها ماي لنسوي فيها الأرز. هاو منحط بالأول الرز شوي صغير زيت نقطتين. منحط بقلب الشعيرية ومنحركها. منصفي الأرز ومناخد اتصال. ألو 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 بونجور بونجور سيف أنتوان. بونجورين. بدي أسألك سؤال عمول معروف. يا كرامي، عم بعمل صفوف وبحط له عقدة صفرة عم يطلع لونه أحمر. من العقدة الصفرة منا أصلية. صرنا مغيرين ثلاث ماركات مش عم نعرف كيف نعملها. جيبي كركم البلد كله فارط بعد وقفت على العقدة الصفرة. بجيب كركم بدل العقدة الصفرة. ايه جيبي كركم. وقديه بحط يعني اقول لك ملعقة كبيرة ملعقة صغيرة؟ لا قديه عندك الصينية؟ الصينية ما بعرف العدد. قديه عم تحط طحين؟ كبيت انت انا مرة اخدتها منك، هي زيت الرسات اخدتها منك وعم حط العقدة الصفرة. ناسي قديه يعني؟ ملعقتين صغار. ملعقتين صغار. ايه لازم تدوبهم بالين. لا مشي منحطهم دغري بالطحين. حطيهم دغري بالطحين. طيب ميرسي بوكو شيف أنطوان. تكرامي تكرامي. كمان ناخذ اتصال. الو 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 بونجور. الو بونجور شيف أنطوان. بونجورين. وحياتك، بدي اول شي بدي اطمن عن صحتك. ليش صوتك رايح؟ كم شهر صار لك؟ ايه صار لي 4 اشهر. وليش راح صوتك هيك؟ من ربنا. شو بدي اعمل؟ شوي الوتر شوي تعبان، بس كل شيء منيح. الفحوصات غير شيء، كتر خير الله. بقولوا ما في دواء، بده رياحة. الو 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 هيدي خلاص. نضيف الأرز. نضيف لهم ملح. ومنقول الو 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 بونجور شيف. بونجورين. يا اهلا وسهلا. الو بونجور شيف انطوان. بونجورين. اهلا وسهلا. الو بونجور شيف انطوان. تحياتنا لك. تحياتنا شيف انطوان، يعطيك العافية. الله يعافيكي شيف انطوان. من فضلك اذا بدي افرز نعم
سيف أنطوان إذا بدي فرز خضرة و... أي خضرة عيني؟ كل واحد كل واحد إلى طريقة، مش كله مثل بعضه. نضيف لها ماء سخن ونقول الو الو الو. بونجور سي فرانسوان. بونجور هاي عيني، يعطيك العافيه. الله يعافيك. اهلا وسهلا فيك سي فرانسوان. من فضلك اذا بدي فرز خضره وظروفي الصحيه مش سامحتلي اعمل له برانشير او احطهم بالماء البارده، بيسوا احطهم بالكيس او ما بعرف كيف، بتقلي شو بدي اعمل اذا بتريد. ايه بس كل نوع من الخضره له طريقه. نعم يلا تكرم عيوني. ميرسي شيف، عطيك العافيه. تكرم. هون كمان بدي ماي بس صلصة. وبناخذ اتصال. الو الو. بونجور 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 هاني. اهلا وسهلا. ميرسي. سلامة قلبك. تسلم كلك ذوق. بدي اسألك سؤال وحياتك بخصوص اللحم الخنزير. نعم. اذا الواحد عمله مثل عطر كوت سنين، شو طريقة النقعة وقديه بدهم وقت على النار؟ ما معروف، لان تعرف لحم الخنزير بتخوف. مزبوط. يلا تكرم عيوني. الله يكرمك. ميرسي لك وسلامة قلبك. من سقة الزبدة تسلمي. نرجع نجيب الغطاء ومنغطي. هاي الباذنجان نشيله. هودي على النار وهي الحشوة جاهزة. الو الو. بونجور. صباح النور شيف أنطوان. صباح النور. ولسلامة قلبك. تسلمي كلك ذوق يا عمي. مسرح مصح. شو بعرفني. سلامة قلبك يا عيوني. تسلمي تسلمي. هيديك اليوم في ست كانت عم تسألك عن ورق التوت، شو يعمل ورق التوت؟ فيك تعمليه مثل ورق العنب. معقولة؟ إذا مش معقولة ليه عم تسأليني؟ إيه، كيف بدي أعمله؟ عملي مثل ورق العنب، وإذا عندك ملوخية إيه وناقصة الكمية إيه، أو خلطي ثلاث أرباع الكمية ورق ملوخية أيوه وربع ورق ملح ورق توت على مسؤوليتي. ولك يعطيك الصحة يا رب من عالي تمام. تسلمي كلك سوا. ويعطيك ألف عافية حبيبي. شكرا شكرا. ومناخد اتصال. ألو ألو. غلى الرز منوس
بجيب سكين صغير. وبجرح هيك كل بتنجيري. نجيب الحشوة نسقط هون نجيب ملعقة شوفوا كيف بحشية أنا عم بحشيهم لبتنجان شيخ المحشي وإلنا استعملنا بتنجان مدعبل محل المطاول نتوقف مع محطة إعلانية ومنتابع حلقتنا عبر شاشة تلفزيون لبنان. هاي الصينية حشيناها من الحشوة يلي سويناها كتير منيحة وهي حشوتها كأنها بتنجان مطول. هون حطيت ماي نحط معهم إما عصير بندورة أو ربع بندورة نرجع نضيف عليهم ملح ما خص ملح البتنجان ما خص ملح للحشوة كل وحدة عاد نحط معهم بهار أسود حلو وقرفة ناعمة بحركهم ليدوبوا خليهم يغلوا لازم يغلوا أنا بالوقت بلش صف البندورة
انه واحد اجدهم ويزيد. هلا نطفي النار، منجيب خواص الماي مع بندورة اللب او العصير، ملح، بهار اسود حلو بهالشكل. هلا نفوتها على الفرن، بس هيدي ايمتي؟ ايام الماضي، راحت ايام الماضي، مع انه مدور هون الفرن، مش مدوره، محضره، وهذا الفرن محضر، صار كل شيء غالي، الغاز غالي كمان. نعلمكم كيف على ظهر النار بنسويها وبتطلع معنا كأنها بالفرن. خليها تغلي بالأول، وشفتوا كل الطريقة ملعقتين زيت، فينا ملعقة واحدة لأنه أنا استعملت لكم الشواية واستعملت المقلية. بركي حدا ما عنده شواية أو حدا طالع عباله مثل ما بدكم فيكم تعملوا. هلا نخليها تغلي، نرجع نحكي. يا هنبلش بالشرح وبعدين بنقول لكم شو بدنا نسوي. القلب بنسويه على الشكل التالي. أول شيء منقطع للعنب، أول شيء ما حدا يخاف من لحم العنب، يلي بيخاف أنظف لحم هو لحم العنب لأنه ما بيأكل إلا خضار، أنظف لحم هاي من آخرها. منقطع العنب لاثنين أو تسعة قطع، ليش التسعة؟ فينا نخلي الراس معه ما بيأثر، رقبته راس لنقعه العنب الواحد، ونفترض وزن 2 كيلو بنص قنينة تنبيد أبيض للطبخ. منحط معها بصلة صغيرة، حصين ثوم، ملح، بهار أسود حلو، كبشة قرنفل، ورقتين غار، نص جزرة مقطع رونديل بالأول، وبحط معهم ملعقتين من الخل وملعقتين من عصير الحامض. بتركهم منقوعين أقل شيء 12 ساعة، ولازم خلال 12 ساعة اقلبهم أو 24 ساعة خلالها بقلبهم. شوفوا عم شو صار. هون بلشوا يغلوا، بس يبلشوا يغلوا دايما انا بقلكم ننقل على نار خفيفة. اول شيء الاكل يطلع اطيب، وتاني شيء منوفر غاز. اذا ما نعطى لهم كل شيء هون لبنان، شايفين عم تغلي، عنده غطا بغطيها، عنده صينية أكبر منا بحطها، ما عنده بحط ورقة ألمنيوم. نسكرها هاي وفينا هاي أظهر، بس هيك خلص. هلأ منكمل تاني نهار، نشيل
منصفي المزيج ما منكبه، منشيل قطع الأرانب، منلطهم الطحين، بقليهم بشوية زيت وبحطهم بصينية، بجيب بصلة كبيرة وفرمها جوانح وبحطها معهم، منجيب 3/4 كيلو جزر بقطعه روندين وبضيفه معهم، منجيب 1.25 كيلو بطاطا منقطعهم مربعات ومنضيفهم معهم، الزوم يلي كانوا معنا صفيتهم ضيفهم عليهم، وبرجع بضيف معهم شوية ماي مع ملح وبهار أبيض، بغليهم على دار النار بالأول ليبلشوا يسرعوا بالنضج، بعدين بحطهم كلهم سوا بقلب الفرن شو ساعة وربع، ومنقلك ألف صحتين وتكرم عين. أما بالنسبة لتفريز الخضرة، نشوفه شايفين البخار عم يطلع، هون عندنا الأرز بدو نتفي صغيري وخلص نار خفيفة. تفريز الخضار بشكل عام، كل الخضرة فينا نفرزها، الورقية أو الحبوب أو الكامل أو المقطع، ولكن نحفظ على جودة تفريز الخضار لازم نعملها بلانشير، يعني نسلقها بالماء المغلية إما دقيقة وصار للست دقايق حسب نوعية الخضار، وهيدي العملية أول شيء بتعقم الخضرة، بتبطل تفسد معنا بسرعة، بتحافظ على جودتها وبتحافظ على نكهتها، نكهة كمان إلى تأثير. إذا كان عندنا بازيلا دقيقة، إذا كان عندنا بامية بدنا مع المي ملعقة صغيرة عصير حامض وكمان دقيقة، إذا كان عندنا لوبيا 3 دقايق، إذا كان عندنا أرتيشوك الراس 5-6 دقايق، جزر فينا دقيقة فينا 5 دقايق، الفول 4 دقايق. أصبح كل أنواع من الخضار إلى وقت محدد لإلها، وأهم شيء فيهم كلهم منعير الوقت من بعد ما نضيف الخضرة، منكون حاطينها على نار قوية، منشيلها فورا مش منحطها بالمسفية ومنرش عليها ماي كأنه ماي مصلاي، لا، منحطها تحت حنفية ماي مصبوط ومنفتح الماي بقوة عليها لتسقع بسرعة، من بعد ما تسقع منحطها بالمسفية، كمان لازم تتصفى مصبوط من الماء وتنشف كل الحبوب، بعدين منحطها بكياس ومنفرزها. بدنا نتفي صغيرة،
هل أرقص؟ كان عنا اليوم صنفنا هو بتنجان شيخ المحشي مع الأرز بشعيرية، وراح نشوف المقادير قبل ما ننهي الحلقة. كان عنا اليوم صنف قهوة باذنجان شيخ المحشي، ما سويناه بالباذنجان الطويل اللي لكم لأنه الكيلو بستة وتلاتين ألف، جبنا الباذنجان المدعبة الكيلو بثلاثتعش، سوينا لكم إياه بطريقة صحية عالشوي. حلقتنا اليوم انتهت، على أمل أن تمر هذه الأيام بسلام. نشوفكم بخير ونلكم باي باي.